والله صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. بدي بلش طبعا بمناسبه بدء شهر رمضان الكريم، بتوجه الى اخواننا المسلمين في لبنان وفي العالم بالتهنئه بهالعيد، لعله بيحملنا بعض المحبه وبعض الاخلاق وبعيد الناس للصراط القويم. بالطبع دعيت لهذا المؤتمر الصحفي تبلش لانه بعد ما التطورات صارت على صعيد وزاره الاتصالات والقرار اللي أخذه الوزير اللي هو والمؤتمر الصحفي اللي أخذه الوزير واللي هو دفعني لعقد المؤتمر الصحفي، لأنه تضمن المؤتمر الصحفي تبع الوزير الكثير من المغالطات المبجوز السكوت عليها. أولا وقت تركت وزارة الاتصالات بعد 3 سنوات وسلمت وزير الاتصالات الوزارة، طبعا كنت أنا تارك الوزارة مرتاح الضمير لأن عملت الفي عليه وعارف تماما أنه في كتير لازم ينعمل بعد، وانه على الوزراء اللي هن بده يتلاحقوا على الوزاره انه يتمموا الورشه الكبيره اللي ابتداتها في وزاره الاتصالات واللي حقق فيها انجازات كبيره جدا فيها، لانه هذا عالم متطور حديث وبده كثير من المتابعه. الا انه تفاجات طبعا، ما بدي اذكر هلا الانجازات، انه عملنا نحن الجيل الرابع للهاتف الخليوي، واللي بتأسف انه بعد ما تركت الوزاره وكانه ما مر حدا بالوزاره ولا عمل شيء بيه، انه ابتدات الوزاره في عهد غيرنا وكانه ما كانت موجوده. لا، الوزاره في كل الوزراء تعاقب عليها تركوا، الا انه انا بقدر افتخر واعتز اني تركت رؤيه استراتيجيه لكيفيه تطوير قطاع الاتصالات في لبنان، وانجزت الجيل الرابع للاتصالات الخليويه، والتطور الحاصل الكبير على صعيد هذه الوزاره هو حصل بنتيجه الجهود الكبيره التي بذلتها وبذلها معي موظفين اللي كانوا عم يعاونوني في هذه الوزاره. إلا أنه أنا وقت سلمت الوزارة أليت على نفسي عدم الدخول والتعليق على ما يقوم به الوزير الذي خلفني بالوزارة، وهذا اعتبار احتراما مني لمبدأ أن الوزارة تنتقل للآخر ولازم نفسح له مجال أنه يشتغل. ومن ناحية تاني أليت على نفسي أنه افسح مجال أمام الوزير أنه هو يطلع ويتعلم، خصوصا أنه هو منه جاي من عالم الاتصالات ولأنه جاي من العالم القانوني، وأنه بالنتيجة بتفسح له مجال طبعا يطلع وبالنتيجة يتصرف. إلا أني تفاجأت ب 11/5/2017 بالقرار اللي صدر على الوزير، وهو قرار أنا برأيي طبعا فوجئت فيه، لأنه هو هذا القرار أعطى إجازة لأحدى الشركات اللبنانية بأنه هي تمد أسلاك ألياف ضوئية بصرية في المسالك الهاتفية المحلية وتركيب تجهيزات فيها داخل الحرف ولمدة زمنية غير محددة بالمطلق مفتوحة. واستند الوزير في بيانه، اطلعت على تصريحه على قراره، لقيته مستند لثلاث براسيم، واكتشفت بكل أسف أنه هذا القرار مش مستند لرأي الإدارة، وغائب عنها رأي أي مدير في هذه الوزارة، وكأنه الوزير أخذ القرار خارج الوزارة وما في علاقة للإدارة اللي هي عم تتولى إدارة هذا المرفق. وهذا ما لفت نظري ودفعني إلى أنه أدرس هذا القرار، إلا أني وفوجئت بأنه هذا القرار في مخالفات كبيرة. وأنا تمسكا مني بصلاحياتي كنائب أدليت ملاحظات حول هذا الأمر وبيّنت المخالفات اللي وردت في هذا القرار، وطبعا تمنيت على الوزير أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المخالفات لئلا يقع في الخطأ. وختمت تصريحي اللي بتأسف ما ورد في وسيلة الإعلام اللي أنا قلته، أني أنا متكل على أنه الوزير مفروض يكون رجل آدمي وأنه عند اكتشاف هذه الأخطاء يعود عنها. المؤسف الموضوع أنه فوجئت بالمؤتمر الصحفي الغريب العجيب اللي عقده الوزير ردا على ما قلت وعلى الملاحظات التي أبدأت، واللي تضمن تهجمات شخصية استغربت، خارجة عن كل أداب ولياقة العمل السياسي وخارجة عن مستوى تصرف رجل المسؤول عندما يتولى مرفق عام وإدارة مرفق عام. لذلك اضطريت اليوم ادعي لها المؤتمر الصحفي، وإلا كنت تركت للوزير طبعا أبديت ملاحظاتي في وسائل عادية منتبعها وراح أتبعها، لأني أنا لن أسكت عن هذا الأمر. وطبعا هذا المؤتمر الصحفي اللي عم بعده اليوم راح أوجه دعوة تاني للوزير المختص انه يعيد النظر بقراره، وهلا بمضمون التصريح بمضمون المؤتمر راح اشرح شو اللي عمله. طبعا ليش الوزير فتح هيدا النار وفقد اعصابه؟ راح اخبركم، لانه بالنتيجه بتاريخ العالم الثالث المتخلف كل ما دليت على شغلي غلط وعم تقول يا عم يصلحوها، بدل ما انه ياخذ المسؤول بعين الاعتبار هذه الملاحظه بيفتح عليك النار وبيخلق لك اتهامات
لتضيع الشنكيش مثل ما بيقولوا، ولفت النظر إلى قضية جانبية لا علاقة لها بمجري. وبالواقع أنا يعني فعم فتش ليه الوزير عمل هيك، ليه الوزير رد علي هيك، ليه الوزير أخذ القرار بعدين نحكي، بس ليش الوزير توتر فقد أعصابه خرج عن اللياقات، وخصوصا أنه تربطني فيه علاقة شخصية مقبولة يعني مش صداقة بس على الأقل علاقة احترام موجود. تفاجأت أنه هذا الوزير خرج عن كل هذه الأمور وتوتر وتشنج وعمل ردة الفعل اللي هي بقدر أقول بكل صراحة خارج عن اللياقات والتهذيب اللي نتعامل فيه الحزب السياسي. هلا حاولت تفتش ليه، أعرف ليش الوزير عمل هيك، شو المبرر، شو المرتكز القانوني اللي دفعه يعتبر أن أنا اعتديت عليه لأن أديت ملاحظات قانونية كنائب، وأنا من واجباتي كنائب أنه مارس صلاحياتي برقابة أعمال الحكومة ولفت النظر لأعمال الحكومة وسائل الوزير عن أعماله، وبالتالي في حال لم يرتدع الوزير عن مخالفاته أنه إلجأ إلى محاسبته ومسائلته في مجلس النواب. هلأ المؤسف أنه أنا من بعد ما فتشت ليش الوزير عمل هيك ما لقيت مبرر، ما لقيت ولا مبرر هالغضب العظيم وردة الفعل الغريبة، إلا أنه يعني أنا وصلت للقناعة أنه هالأيام وقت بتدنى عمل المستوى السياسي لهذا الدرك، الحياة السياسية كلها بتصير مفاجآت وخيبات، بتكون عم تحكي مبادئ، بتكون عم تحكي أخلاق، بتكون عم تحكي قانون، بتكون عم تحكي دستور، بيرد عليك بمستوى للحياة لا يليق بالرد، وأكيد لا يليق بالرد علي وبالكلام بالحكي معي فيه. هلأ حاولوا يخلقوا تهمات تطالني أنا شخصياً وقت كنت بتولى الوزارة، إلا أنه طبعاً هلأ عم يخلقوها ليش؟ تيغطوا على الفضيحة اللي عم يعملوها بالوزارة، وهني يعني مستقويين أنه هذا العهد وهذه القوى السياسية المتجمعة في هذه الحكومة قادرة تحمي حتى المخالفات والفساد، وكأنه صار العام الموجود اليوم في هذه الأيام مع هذه الحكومة هو الفساد. يعني شفنا بالكهرباء شو صار، وشفنا بالغاز شو صار والبترول، وهلأ عم شوف الاتصالات الشغلي زيت، وكأنه صار إذا أنت دقيت بمنظومة الفساد بهالبلد أنت دقيت بركن الدولي وقيام الدولي، وهذا أمر طبعا مرفوض ولا ممكن نسكت عليه. هلأ بدي أقول وأنا حاولوا يلصقوا فينا ويلزقوا فينا اتهامات، إلا أنهم عم بينسوا أولا أني أنا أولا ما بيأخذ موقف عشوائي، أنا رجل قانون وأنا لي تاريخ من الممارسة النيابية ومن الصدقية مع الناس ما بستد أتخلى عنه، بعتذر إذا ذكرت بهذا الأمر لأنه أنا بعتقد اللي قدر حافظ على ثقة الناس طيلة عهود انتخابية بانتخاب وإعادة انتخاب لألي هو الوسيلة الوحيدة اللي خلتني حافظ على الثقة هي مصداقيتي مع الناس، وأنه هذه المصداقية لا يمكن أن يطالها واحد متطفل أو واحد مشبوه اليوم عم برد تهمي عنه بإلصاق تهم بغيره. بدي ذكره بأنه الكلام التهم اللي عم بيقولها هي انه نحن قصة الانترنت غير الشرعي، يمكن نسي او كان مسافر او مش حابب هو، انه اللي وضع يده على الانترنت غير الشرعي ومنعه وصادر المعدات وحوله للنيابة العامة هو انا مش هو، وانه اذا في ناس اليوم امام المحاكم عم بيتحاكموا بالانترنت غير الشرعي هو بطرس حرب كان وراء دفعه للمحاكمة والى سجن بعضه. قصة الاستوديو فيجون عم بيحكي عنها، واللي انا بتأسف انه عم تثار لانه هي قصة من القضاء، إنه بالنتيجة قال عم نخلق قصة صغيرة تغطي قصة كبيرة. شو يعني؟ أولا الإنترنت الشرعي نحن ضبطناه ونحن صادرناه ونحن لاحقناه، والقصة استوديو فيجون هو إنه وردنا شبه حول استعمال معين، طلبنا طبعا من دائرة القضايا اللي بتمثل الدولة إنه هي تتخذ الموقف المناسب، اتخذت الموقف المناسب ودعيت، والنائب العام للدعاء هو أحال الدعاء على المتهم أو على المشبوه فيه وحالة قدام المحاكم. وانا عم بستغرب انه كيف وزير بالسلطة يفترض فيه يفهم شو معنى فصل السلطات، يفترض فيه يعرف شو معنى استقلال القضاء، بيسمح لنفسه يستبق القضاء ويعطي احكام بيقول خلقنا قصة مش موجودة تغطي قصة موجودة. يعني حقيقة وكأنه الايام انقلبت، وكأنه المسؤولين ما يعرفوا شو واجباتهم، ما بيعرفوا شو مسؤولياتهم، وما بيعرفوا شو حقوق الناس عليهم. وشان هيك الحقيقة ما بستغرب هذا الجو، إنه هذه الردة الفعل وهذا التهجم اللي صار فتح عيني زيادة تدقق بهذا الموضوع. بالحقيقة رح أخبركم ليش تعرضت لهالهجمة
وشو السبب اللي دفع الوزير يفوت أعصاب. أولا الوزير استند لمراسيم، راح أقرأ القرار اللي صدر عن الوزير، بيستند لثلاث مراسيم. المرسوم الأول مرسوم رقم 9288 اللي صادر سنة 96، اللي هو رخص لشركة داتا سات، مش جلوبال داتا سيرفيسز، لخص إقامة وإدارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاه لتبادل المعلومات فقط، ما رخص لشركة جلوبال داتا سيرفيسز ولا رخص لها بالتمديد، رخص لها بإقامة وإدارة استثمار شبكة لاسلكية فقط لتبادل المعلومات. وإنه هذا القرار، هذا المرسوم اللي هو بين إيدي، هذا المرسوم هو رخص على أساس لمدة 5 سنوات أولا، ورخص على أساس أنه يمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشئ دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها وقد أنشئت. وهذا يعني أنه بعد عند إنشاء هذه يسقط هذا الترخيص ويسقط هذا المرسوم، وهذا المرسوم الذي استند إليه الوزير في قراره أصبح لاغيا غير موجود. نعم، استند إلى المرسوم رقم 9862 اللي صادر سنة 97، اللي هو شو هو؟ اللي هو عدل المادة الأولى، واللي هو أضاف عليها، فقط أضاف عليها إمكانية إضافة أجهزة VSAT على أجهزتها بعد موافقة الوزارة بشكل حصري، والاتصال بشركات التوزيع الفضائي اللازمة لذلك، وكمان أكد على يمنع تجديد هذا الترخيص عند تنشئ الدوائر، وهذا كمان سقط هذا المرسوم. الشغل الثالثي، استند على المرسوم 4328، المرسوم 4328 عفوا يا حبدي، هو مرسوم شبيه بهذه المراسيم، واللي هو كمان لا علاقة له اطلاقا بالقرار الطلب. هلا المؤسف بالموضوع انه معالي الوزير 4822 اللي هو بشركة داتا سات، كمان شركة زيتا، بيقول إقامة شبكة لتبادل المعلومات فقط، مش انه تمديد لألياف ولا شيء، والشركة المعنية هي شركة داتا سات. وبمعنى آخر انه بهذا المرسوم المراسيم كلها بيقولوا انه يمنع انه التنازل عن هذا الترخيص لأي شخص طبيعي آخر. نحن اليوم في معرض قرار الوزير لإعطاء الترخيص لشركة Global Services، Global Data Services مش داتا سات. هلا يمكن يقول الوزير بس هؤلاء زيتون اللي بيملكوا هاد، بس بالعنون، والوزير أكيد منه مرجع عنوني، أكيد ما بيعرف إنه داتا سيرفيسز شيء والداتا جلوبال سيرفيسز شيء تاني، يعني شركتين مختلفتين كل واحدة منهم لها الشخصية القانونية اللي أعطيت الترخيص لهذه، لا يعني هاي فيها تستفيد، خصوصا إذا المرسوم قال ما فيك تتنازل عن الترخيص اللي أعطيته للشركة لشركة بديلة. هذا فيما يتعلق بالاستنادات. وبالمؤسف مثل ما قلت إنه عادة أي قرار بياخده الوزير بناء على اقتراح المدير العام، بناء على اقتراح الدائرة الفنية، ما في شيء منه أبدا، هذا بناء على كتاب الشركة المسجلة. هذا بكل أسف دفعني وضح الأمور، تقول إنه هذا المرسوم استند لثلاث مراسيم، هذا القرار استند لثلاث مراسيم، وثلاث مراسيم هي ساقطة لا علاقة لها بهذا التفصيل. الشغل الثاني اللي بتقول هالمراسيم عطيت ترخيص لخمس سنوات وسقطت الخمس سنوات بعد ما أنشأت الوزارة الأجهزة تبع القرار تبع الوزير، لا مدة زمنية له، مفتوح، ما أعطيت ترخيص الشركة، ما قلت 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة، 100 سنة، 200 سنة، مفتوح. وهذا أمر يخالف، مش بس يخالف القرارات هذه، يخالف الدستور اللي هو عم بيقول إذا بك تعطي امتياز أو احتكار لأي شخص بالقطاع الخاص إنه يدير أو يستثمر مصلحة ذات منفعة عامة للناس، هذا بتعطيها بقانون أولا مش بقرار مجلس وزراء، وتانيا لمدة محدودة ولزمن محدود، وبالتالي هذه طبعا بتناقض وبتضرب كليا الدستور اللبناني والمادة 89 من الدستور اللبناني. هلا بالنسبة للمراسيم الاشتراعية اللي هودي المراسيم استندوا إليهم، اللي استندوا عليهم، هذا لقيت إنه هذا القرار الأصدر الوزير، بالإضافة إلى إنه بناقض المادة 89 من الدستور، بناقض المراسيم اللي استند إليها، كمان بناقض إلو الخصخصة بمواد معينة محددة فيه بتتعلق بالاتصالات، بناقض قانون الاتصالات اللي طلع سنة 2002، وبناقض المرسوم الاشتراعي اللي هو قانون يعني 126-59 والمرسوم الاشتراعي 127-59، وكمان وبعارض كل المواد تبع المراسيم اللي استند إليها. الغريب إنه بعد كل المخالفات
عم بيقول الوزير بمؤتمر صحفي انه قراره اعتمد على نصوص قانونية. الحقيقة انا بتمنى على الوزير لو بيطلع وقال لنا شو هي النصوص، اي نص قانوني، اي مادي، اي مرسوم اعتمد عليه. قال انا اعتمدت على نصوص قانونية وما عليه شيء، مش ضروري الناس تعرف على اي نصوص. اخطر من هذا كله انه بقراره ورد انه الشركة بتدفع مبلغ سنوي عن كل متر بالسبدك تبعه مستعمل حسب تدفع مال حسب ما هو محدد في مراسيم التعريفة ذات الصلة. بس هاي بالمادة 4 بالبند 1 من القرار. سؤالي بدي أسأله شو هو المراسيم هذه؟ ذكرها؟ قال رقمها؟ قال اسمها؟ قال تاريخها؟ هاي المرسيم مش موجود. هذا المرسوم اللي بيحدد شو بدها تدفع مش موجود وما طلع. يعني ما عليه شيء. أنا بفهم إنه الوزير يتشاطر، بس ما في يتشاطر على ناس بيعرفوا إيلون وعنده الخبرة السياسية، ولا في يتزاك ولا في يستهبل الناس ويفتكر الناس ما بتعرف ما حدا بيدق. يعني ما عليه شيء. هاي أمور لازم تنقال، لأنه مش من المسموح انه وزير يستقبل الناس كله سوا، يستقبل الراي العام ويعمل قرار هلا بقول شو خطورته بعد ما وصلت لخطورته. هلا ثاني نقطه اللي بدي اقولها، شو المكاسب الماديه اللي حققها حسب ما زعم الوزير المؤتمر الصحفي، شو المكاسب الماديه اللي حققتها الدوله؟ هلا هذا الكلام اللي قاله الوزير انه الدوله بتربح لانه الدوله هي ما بتكلف شيء والشركه بتتكلف وهي بتاخذ 20% من الفواتير مش من الأرباح، وهذا شغلة عظيمة. بس الحقيقة الفات الوزير أنه هو بقراره شو عمل. أولا عمل الوزير أعطي امتياز لشركة خاصة بأن هي الشركة تمدد كابلاتها ضمن الكابلات تبع الدولة، وهذا طبعا هلا بيقول هو إيه، أنا ممكن أعطي لكل شركة أخرى. بس فنيا استعلمت عن هذا الموضوع، أنا مش خبير فني، يعني يبدو انه اذا مدت هاي الشركة تمديداتها مبعود في محل بد غيرها، وبالتالي عم تضحك على الناس. وبالتالي اللي بيسبق هو بيضرب. يعني اذا مدت هاي الشركة وحدت الزبونات تبعها، بعتقد انه الشركات الاخرى مفروض تسكر كملها وتصرف عمالها والعائلات اللي هي تستفيد منها والقطاع اللي عم بعيش منها، وبتصير الشركة هاي الشركة الوحيدة اللي عم تدير القطاع، وهذا بيقضي على المنافسة، وهذا بيؤدي بالنتيجة لأنه ما في مناسبة بيأثر على نوعية الخدمة وعلى سعر الخدمة، وهذا النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، وقت اللي بده يتنازل عن حصرية خدمات الدولة شو بيكون صار؟ أولا بيكون ضربنا في قانون اسمه قانون 431 سنة 2002 طلع، واللي امتنع عدة وزراء سبقوني عن تنفيذه، واللي أنا طلبت مجلس وزراء أن نعود إلى تنفيذه، أنه ما كان في رئيس جمهورية، ما كان في عنا قدرة لا نعمل شركة ديبال تيليكوم اللي نص عليها القانون، ولا نرجع نعين أعضاء بالهيئة الناظمة للاتصالات، وهذا القانون هيك بقول عنه. هذا القانون عم بيقول أنه شركة ديبال تيليكوم اللي هي شركة الدولة واللي هي بدها تديرها القطاع وجاره كلها تصير عندها والدولة والوزارة كلها تصير عندها، هاي الشركة هي قيمتها المالية كبيرة كتير، لأنه هاي الشركة تتحول إلى ملكية كل القطاع بتسوى مليارات الدولارات. هذه الشركة بعد أعطاء هذا الترخيص للشركة المزعومة اللي الوزير تكرم عليها بدون بدل، هذه الشركة أخذت هذه استحلت محل لبان تيليكوم، وراح تعطل إنشاء لبان تيليكوم، راح أقول ليش، بدون أي بدل. وإذا رحنا على العالم شفنا كيف شركات بتاخد هذا النوع من الامتياز تدفع مليارات الدولارات، أخذتها ببلاش، بدها في دولة فرنك آخر يتقد الحق. نعم هاي الشركة بدها تقتل ليبان تيليكوم، لأنه ليبان تيليكوم تستند بصورة أساسية على شريك استراتيجي. الشريك استراتيجي بيجي وبيدفع للدولة اللبنانية 3 مليارات 4 مليارات 5 مليارات 7 مليارات تيفوت، هو بيكون شريك يدير شركة ليبان تيليكوم، يكون اللبنانيين الدولة اللبنانية هي شركة معه. هيدا اليوم من بعد ما صار هيدا خدلوني على شركة بالعالم تيجي بتدفع فرنك تتفوت على قطاع اخدته شركة غيره. هيدا الأضرار الكبيرة للوزير، يمكن أو ما شافها أو ما لفتوا له نظره أو شافها وغض النظر لأنه هيك طلب منه. بتأسف إنه هذا الواقع اللي مش ممكن بأي صورة من الصور واحد مثلي بموقعي اللي هو حريص على المال العام وعلى حقوق المواطنين وحقوق الدولة يسكت عنه لابتى ما يزعل الوزير ويغضب وتصير سائرته وينزل تجريح بالناس، ولو كان اسمه جراح بس ما له حق يجرح بكرامات الناس. يعني كرامات الناس مش ملكه، يعني خلي يكون واضحة، كرامات الناس هي ملك الأداب والتهذيب اللي هو عند الناس كيف بيتصرف فيها، مش هو بيتصرف على صوت. شغلة الأخيرة طبعا خلينا أقول إنه طيب 20% هذا أعطاهم إنه بياخد 20% من قيمة الفواتير اللي بتعملها هاي الشركة. ما بيقول في بعد هون، بيقول بعد حسم
بعد حسم التكاليف اللي بتحطها هالشركة لمدة السبدك تبع الدولة اللبنانية. طيب هذا استند المرسوم 9288 اللي بيقول هذا المرسوم 20% بدون حسم أي فرنك بينحط. طيب هذا يعني بالنتيجة كمان خدمة إضافية إنه أعطاهم بناخذ 20% وبتخصموا منه ال 20% اللي بدكم تعطونا إياها، الكلفة اللي أنتم بتحطوها لمصلحة الوزارة. يعني ما بفهم الوزارة شو عم تعمل هون، شو دورة مثل الزوج المخدوع الوزارة. أخذوا كل شيء من الوزارة وعم يطلبوا مصاري الوزارة إنه بده يخصموا لها، مش بده يدفعوا لها 20%. يعني الدولة اللبنانية بدل ما تاخذ 100% وتعجل الوزارة، مثل ما أنا أطلقت مشروع الألياف الضوئية كنت وما بعرف ليش توقف هلا، لأنه طلع هذا الترخيص ما عاد في زول نشوف فيه. كانت الدولة بتاخذ 100% بنتيجته، ولو كان صار في تأخير، هذا التأخير أكيد في مسؤولية إنه الوزارة ما فيها الجهاز الكامل، في مسؤولية إدارية وفنية بالوزارة، يمكن أنا بتحمل قسم من مسؤولية التأخير. إلا أنه هذا ما بيبيح لأحد أنه يحول حق الدولة بإدارة هذا القطاع من المنفعة العامة لمصلحة شركة خاصة تستفيد بعض النافذين، تستفيد شركة واحدة على حساب كل لبنان. وهذا أمر أنا بعتبره هذا يشكل قمة الفساد، ويشكل قمة اختلاس الأموال العمومية وأموال الناس، لأنه ما بيجوز نحن نتصرف بأموال الناس بهذا الشكل. أخير بدي أقوله، طبعا ما في زوم قول انه اللي عمله الوزير راح يضرب ما يسمى المنافسه بين الشركات، راح يعطي افانتاج كتير كبير لهذه الشركه لاخذ الترخيص، لا سيما وانه بهو الشركات الصغيره اللي بدها تنافس هالشركه الكبيره اللي فيها ناس متمولين كبار وناس نافذين بالسياسه وغير السياسه، بدها تنافسهم هالشركات الصغيره هذه اكيد بدها تفلس، واللي عم يشتغلوا فيها بدروا على بيوتهم وعائلاتهم بيموتوا من الجوع، ليش تستفيد كم واحد إضافي لهم؟ اثنين، هاي الشركات اللي هي بدها تستعتمد القرار اللي قال أو الوزير اللي قال إنه مرسوم التعريفي بده يكون هو متناسب مع بصورة تنازلية، يعني كل ما صار في استهلاك كل ما السعر اللي بدها تدفعه الشركة أقل إذا كان الاستهلاك أقل. شو يعني؟ يعني الشركة اللي هي أكبر شركة هي أسعارها خفيفة، والشركة الصغيرة اللي ما عندها هالكميات الكبيرة أسعارها كبيرة. يعني السعر اللي بتدفعه الشركة اللي عطاها الترخيص راح يكون نعتبر 10، هوديك راح يكون 15 أو 20، وهذا طبعا بيؤدي إلى إفلاس الشركة. هلا بقي في قضية استوديو فيزون، الحقيقة أنا بتأسف إنه أثرها الوزير، هذه قضية بالأمام القضاء، وأنا بعتقد الوزير ارتكب خطأ كبير وتجاهل كبير، وبدل أما عن قصد أو عن غضب أو عن عدم معرفة، عن جهل. كل قضية أمام القضاء، كل من يتدخل فيها من السلطة التنفيذية بيكون عم بيعتدي على الدستور اللبناني وعلى مبدأ استقلالية القضاء، وبيكون عم بيعطل سير القضاء. يعني أنا لو كنت قاضي عم بنظر بأي دعوة بطل النظر عن الملف. طيب تصريح الوزير المختص اللي بيقول هيك بيستبق التحقيقات بكاملها، شو بدي أسير عليك القاضي عم بنظر بهذا الموضوع؟ بعدين المواطن العادي وقت اللي بيعرف إنه إذا راح القضاء ضد أي وزير أو ضد أي سلطة والقضاء موجود لوضع حد لتجاوز السلطة من قبل السلطة، هذا إذا القضاء، إذا المواطن بيعرف إنه الوزير له حق يعطي هالتصريح وبيعطل القضاء وبيأثر على القضاء، شو بعد له أي من القضاء؟ أنا بتمنى على وزير العدل زميله للوزير الجراح إنه هذا الموضوع يرد عليه ويوجه مذكرة للوزراء، ولا سيما الجداد اللي ما بيعرفوا شو الوزارات، يوجه لهم مذكرة يذكرهم بالمبادئ الأساسية الدستورية اللي تقوم عليها الوزارات، لأنه ما بيجوز هالبلد تصير مزرعة والوزير يفكر حاله دكتاتور أو الحاكم يفكر حاله دكتاتور، واللي يقرره هو أهم القانون وأهم الدستور وأهم المراسي. بدي أقول بالأخير، يعني معلش ما بدي أطول أكثر من هيك، بدي أقول بالأخير للوزير جراح اللي وافق علي هلا منوش طلب جديد، تقدم لي أكثر من مرة كنت وزير وطلبوا مني إنه الإنترنت معطل مش عم بيقدر يوصل لكل الناس، أعطينا بس اسمح لنا نحن نمد الانترنت خود شوف العجيب. وقتها قدموا لي طلب تيعملوا مشي الخليوي، وقتها طلب بيتعلق بخدمة تتعلق بالخلية. أنا طبيعي ما عندي، أنا أرحب بأنه القطاع الخاص بيساعد القطاع العام في مد البلد بإمكانية توفير خدمات للناس، وأنا طبعا بهذا الاتجاه وكل أيام يقول بدي يصير في تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، إلا أنه طبعا هذا بيصير ضمن إطار القوانين. شو عملت بوقت وقت تقدموا لي بهذا الطلب؟ بعثتوا لهذه الاستشارات والقضايا بوزارة العدل واخذت رأيهم.
اجت هذه الاستشارات بتقول انه ما بيجوز لك كوزير انت تعطي هذا الترخيص، هذا الترخيص بيطلع على المشروع. استشرته مرة تانية وقت طلب مني او طلب من الوزارة ان نوافق على تمديد الالياف الضوئية للكاميريات تبع بلدية بيروت، وطلب مني بوقت اوافق انا على انه البلدية تمدد هي الالياف الضوئية. اجا الاستشارة زيت انه ممنوع انك انت هيك تطلع على مشروع، لانه اذا كل واحد بدنا نعطيه حق يمد الالياف الضوئية تبعه، بدي اسال المواطنين يعني شو الضمانة تبع سرية المواطنين، وشو الضمانة عدم الاعتداء على اتصالات المواطنين والمعلومات اللي بتبدلها المواطنين؟ شو الضمانة الانسان بعيش ببلد في الجرائم السيفرالية اللي عم تحصل والاعتداءات اللي عم تصير على كل الممتلكات والداتا اللي بيملكوها الناس او يتبادلوها؟ نحن بدون هيدي الترخيص والفلتان وما سينتج عنه اذا بدنا نعطي لكل الناس، الناس بخطر اليوم، وكل يوم نعرف انه عم يصير هاكينج بهوني وبهوني، وهذا عم بيضر، وباكبر الدول بالعالم مش عم تقدر تردها اذا فلت البلد. وصارت قصه الانترنت بلبنان مثل قصه الكهرباء ومطير الكهرباء بلبنان، يصير نشوف هالشرايط عم تتدخل بين بعضها، يعني على خلينا نقول اللبنانيين راح كتير يعتزوا وينبسطوا انه عنده خدمه انترنت، بس كل واحد قادر يعتدي لهم على خصوصياتهم وعلى اسرارهم وعلى معلوماتهم، تبادل المعلومات تبعهم، وبالتالي بيصير فيه استباحه لكل شيء شخصي في البلد. بالخلاصه من حق الراي العام انه يعرف انه القرار موضوع البحث، قرار الوزير تضمن تنازل من الدولة عن حقوقها وعن الكثير الكثير من العائدات. بدل ما تاخد 100% رح تاخد 20%، وشركة خاصة بدها تاخد 80% من عائدات الدولة، من عائدات الخدمة. والقرار بده يعطيها إمكانية احتكار هذه السوق لوحدها، ومستقبل هيئة أجير وموظفينا ومستقبل العاملين في القطاع في الشركات الأخرى بخطر، وبالطبع ارتدادة على الاقتصاد اللبناني إن كان لجهة أعطينا هذا الترخيص بدون بدل، وهون عم بحكي بمليارات، وإن كان لجهنا قضينا على مستقبل لبان تيليكوم اللي هو بخلي الدولة هي تكون شريكة في إدارة هذا القطاع، قضينا عليها وخسرنا ثمن الرخصة اللي يمكن بدنا تعطيها الدولة لشركة لشريك استراتيجي يفوت الشركة، وهذا عم بحكي مليارات الدولارات. يا معالي الوزير، بدي أدعوك للعودة إلى التعقل، وما يعني ما تحاول تخلق معي مشكل شخصي، لاني انا مش بوارد اني انا ويك يكون في مشكله، انت بلي عليها فيك يعني، وبعدين عم بقول مشكل شخصي مع غيري مش معي، ما لك حق تعمل معي. انا نائب، انا عم بوجه لك سؤال وعم بوجه لك ملاحظات، عم بقول لك قرارك عم بيضر، في وسائل تتعاطى معي غير بالمسبات، غير انك تقول لا سمح الله اني انا بكذب. انا ما بكذب يا معالي الوزير، والناس بتعرف وتاريخي بيشهد اني انا عندي مصداقيه عند الناس، وبعتذر اذا قلت الكلام، انك بلك حق انت واحد مثلك يحكي هالكلام. بين انا بدي اطلب منك يا معالي الوزير انك بدال ما انك تعمل ردة فعل تناقش وتدرس وتطلع على اللي عم نقول لك. انت قلت بالمؤتمر الصحفي ما حدا قرا قرارك ولا حدا بيعرف المراسيم اللي استندت. انا قريتهم وانا حاطط فيهم، وانا محامي وانا وزير اتصالات سابق، وانا بعرف شو اريد وبفهم شو اريد. انت بعدك جديد بالوزاره اكيد، مثل ما كنت انا وقت انت 3 4 اشهر الاولى ما بعرف كثير، انت ما بتعرف كثير هلا، متكل على اللي بيقولوا لك ايه. يا معالي الوزير، انا وقت فت للوزاره جبت فريق من الناس لي ثقه فيهم واختصاصيين نصحوني ومنعوني اوقع بكثير من الاخطاء. هذا لا يعني اني كنت معصوم على الخطا، لا اخطات، بس كان على الاقل في فريق حدي عم يحميني. بتمنى عليك تحط فريق حدك وتسمع اراء المديرين اللي عينته انتم، انت عينتهم هول المديرين، لانه هول المديرين هيئتهم ما معه خبر شو عملت، ولا استشرتهم ولا سالت عنهم، اخذت القرار انت بمكتبك ما سالت راي المدير اللي عم تبعك. بقى من مصيحتي لك انك خوضي تاخذهم بعين الاعتبار الملاحظات. اذا كنت مقتنع انه هالملاحظات مش بمحلهم كفي، بس بوقتها مع الوزير تحط حالك موقع شبه، لانه الناس كلها بتعرف انه المستفيدين من هذا القرار معروفين ونافذين واصحاب مصالح، كل الناس بتعرف هالشيء، وانه لمصلحتهم موارد الدوله عم تهدر والفساد عم بيتعمم، وحق المواطن بماله براحته بطمانينته بالعدالة وبسلسلة الرتب والرواتب والتعتير كله بيسقط، لأنه نحن عم نعمل صفقات الأصل منها الفساد وتكسير أرباح وثروات بعض النافذين على حساب الفقراء، وهذا أمر لن نسكت عنه. خليني لك شغلتين، وإذا حقيقة ورد شك أو بتريد تظهر حسن نية بالحد الأدنى بتعيد مزيلك هالقدي واثق إنه قرارك نوني، استشير لك شهية قضائية، استشير ديوان المحاسبة، استشير مجلس الشورى،
استشير هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات. إذا واحد منه بيعطيك حق أنا بسكت بترجع عن كل شيء، بس إذا ولا واحد عطاك حق ترجيك رجع عنه، لأنه رأي الناس كت عن ما جرى وبالمجلس النيابي قدامنا والرأي العام قدامنا هو الحاكم فيه. وشكرا. هلا هو رح لك راح يصير، لأنه الموضوع قد ما خاضد ناس وصايب ناس بضرره. معلوماتي إنه في كتير من الشركات أولاً هي رح تتضرر، رح تقيم دعوة لمجلس الشورى رح تطلبوا قرار، أنا أكيد. معلوماتي إنه أكثر من هيك بعض الموظفين رح يخترب بيتهم كمان، رح يقلموا دعاوى ورح يطلبوا قرار. ومعلوماتي إنه رأي العام لن يمرر هذا الأمر. أنا كنائب ما فيني أحول العصا وأمنعه، بس أنا كنائب فيني أقدم سؤال واستجواب للحكومة، وبعرف نحن بحكي الكلام يوم البلد وين غير قام بالانتخابات، المجلس عم بيخلص، إلا إنه أنا ضميري ما مستعد أسكت، ما مستعد أسكت. أنا للتاريخ بدي سجل إنه هيدي عملية قرصنة لحقوق الدولة ولحقوق الناس لمصلحة بعض الأفراد النافذين تعملوا ثروة على حساب. كل شيء بتسهل. يا ريت مكالمات. أولا خلينا نقر إنه المكالمات صارت خفيفة الهاتفية، صارت ثلاث أرباع تبادل المعلومات. اليوم ما عدا قليل اللي بيحكوا على التليفون، صار تبادل المعلومات. اللي بيلقط هودي يعني لقط الاقتصاد، يعني لقط الناس، لقط أسرار الناس، لقط مصالح الناس، لقط عقود الشركات، ولقط كل شيء، لقط كل مرافق الحياة. وهذا طبعا خطر كبير. بسأل كأنه في هذا العهد الجديد بيقبلوا انه هيك يصير. شكرا لكم.